هم طاقات جزائرية من خريجي الجامعات والمعاهد تمكنوا من تأسيس شركة واقتحام مجال صناعة العتاد الفلاحي، منها صناعة أجهزة رعاية الأبقار ودخول السوق، لتسجل أول تجربة جزائرية في هذا المجال بالجزائر. احنا العتاد تاعنا كما راه في الانتاج الحيواني في المحالب محالب اللي يحلبوا، نقدروا نسيفيوهم بار تليفون، صافي تقدر بالسمارت فون تسيفي تشوف الابقار تاعك كيما راه لا بروتيكسيون تاعو لي طاتسونتيتو. في نفس الشيء بالنسبه للبيفو، نقدروا البيفو يكون عندك ليسون يعطيوك ليميديتي تاع لي تيرا السقي والتراجي اللي راه يدير فيه، ومام نسبه المياه اللي راه يسقي فيها بار هكتار ولا بار متر. كما نجح هؤلاء الشباب في إنتاج أجهزة الرش المحوري للمساحات الكبرى، والذي يعتبر الأول من نوعه بتقنيات عالية وبوسائل جزائرية 100%. منتجات هذو كلهم منتجات جزائرية 100%. مسح تجور لا يخلو فيها شوية دي بياس نوبل، هذوك لي بياس نوبل تاع لامبوطاسيون تكنولوجيا لاو تكنولوجي في كلكو موديل، ماشي كاع في موديل كومبلي. كي يكون عندك طاقات هنا، طاقات الشبانيه يكون هنا، صادر المام كي يكون عنده مشكل ولا عندكش مسرى المشكل يكون الاتصال سهل. صادر جزائري هنا، حنا جزائريين، صادر التنقل والاخر باش تلحق عند ان كليون وتريقل له مشكل يكون سهل، ماشي كيما يكون كي تخدم مع نيترونجي. تخدم مع نيترونجي صادر معناتها كي يكون عندك مشكل تستنى بالك اكثر من شهر باش يريق لك مشكل بسيط. اقتحام مجال الصناعة الفلاحية في الجنوب بفضل سواعد شبانية تتحكم في تكنولوجيا تصنيع المعدات الفلاحية ودعم مثل هذه الصناعات التي كانت تستورد من الخارج، يمكن أن يفتح آفاقا جديدة ويخفف من فاتورة الاستيراد.